خلينا نروح لارض الملعب مره اخرى وزملتنا سلاح حامد من ارض الملعب ولقاء مع احد نجوم الفريق النهارده لويجيا المحترف الايطالي في صفوف الفريق. اتفضل يا سلام. برحب بك تاني يا كابتن هيثم وبكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وببارك لك تاني يا كابتن هيثم ولكل جماهير النادي الاهلي. ويمكن معي في هذه اللحظات واحد من العناصر المهمه في الفريق ويمكن كمان من نجوم مباراه اليوم، المحترف الايطالي لويجي. لويجي، first of all let me welcome you on our اهلي تي في channel and let me also tell you congratulations for today's match and all your teammates. Today was a tough game, so congratulations. Thank you, thank you. We won a very good match today. It's very difficult because we won the last match against Zamalek, and today is another match. It's very difficult when we play against Zamalek because it's very important for us, for the club, for the fans. We are very happy that we can win with this very important match. طبعا كان بيقول يا كابتن هيثم انه مباراه اليوم من المباريات الصعبه واللي كمان مهمه وكمان بالنسبه لي ولجميع جماهير النادي الاهلي. يمكن بيقول كمان ان هم لعبوا المباراه اللي فاتت على الصاله والصاله الخاصه بنادي الزمالك في 100 عقبه، والصاله النهارده او المباراه النهارده كانت على صاله النادي الاهلي، ومبسوط بالفوز النهارده وسعيد كمان ان هم ادوا اداء جيد في مباراه اليوم لانها تعتبر من المباريات المهمه بالنسبه لي ولكل اللعيبه وكمان جماهير النادي الاهلي. You said that today was a tough match against الزمالك. So in your opinion, can you tell me how did you see today's match? But I think today it was very good because every player going inside from the bench helped the team. This is very good because we are a very strong team. We have a lot of players that can help our team. It is important when someone, when the coach calls someone, he must stay ready. كنت بساله عن النهارده ان المباراه صعبه على الفرقتين، وكمان سالته يعني رايه ايه في مباراه اليوم. هو شايف النهارده المباراه صعبه، وكمان يعني كل حد من لاعبي النادي الاهلي المباراه بالنسبه له مهمه ان هو عايز يظهر بشكل كويس. كمان اتكلم انه كابتن ميدو مصلحي يعني كل شويه يندح حد من اللعيبه ان هو ينزل ويبدله مع بعض طبعا في المباراه. شايف ان الكل كان مستعد بشكل جيد لمباراه اليوم والكل ادى بشكل كويس. Today you had a very great performance, not only you, all the players in الاهلي team. Also Zamalek had a very great performance. It was a very tough game. How did you prepare for today's match? But I think today Zamalek played better than the last match, and also the opposite is new opposite, and he played very very good. This is difficult for us because it's the new player and we don't know about nothing about him, and now nothing. Now we close the second round and we must to prepare for the third round, for the final, and we worked a lot during this period, and I think now we are ready for a start with the third round. طبعا سالته كمان عن انه مباراه اليوم كانت صعبه، اداء لاعبي النادي الاهلي كان ممتاز وكمان اداء لاعبي نادي الزمالك. يمكن اتكلم وقال رايه انه النهارده اداء لاعبي نادي الزمالك كان احسن من المباراه اللي فاتت في الدور الاول. شايف انه المباراه دي ادوا اداء احسن يعني في المباراه، ولكن قدروا ان هم يتعاملوا مع المباراه ويفوزوا على نادي الزمالك. كمان هو بيقول خلاص انه احنا خلصنا الدور الثاني من بطوله الدوري، هيركزوا طبعا على الادوار القادمه ان شاء الله. وبالنسبه له طبعا المباراه كانت صعبه النهارده، ولكن قدروا ان هم فرحوا جميع جماهير النادي الاهلي بيفوزوا بمباراه اليوم. You said that the next round you have a lot of matches, so how you're gonna prepare to this matches with Captain ميدو مصلحي the head coach? But I think we don't have pressure. We have to work with the same times, and I think we have to make focus about everything, about the reception, about the serve, and I think it's very important now in this period to stay together and help each other. طبعا سالته كمان عن الفتره القادمه ان شاء الله والادوار اللي جايه ازاي هيستعدوا لها مع الكابتن ميدو مصلحي المدير الفني لفريق النادي الاهلي. هو شايف انه النادي الاهلي مش عليه ضغط الفتره القادمه ان شاء الله، ولكن هيتعاملوا يعني ان هم يتمرنوا ويحسنوا من ادائهم، وكمان يعني يركزوا اكتر على الارسال وكل حاجه طبعا الخاصه بلعبه الكره الطايره في التمرين، وانه النادي الاهلي مش عليه ضغط وان شاء الله يعني هيقدروا ان هم يادوا اداء جيد الفتره القادمه في جميع المباريات مع كابتن ميدو مصلحي. لويجي ثانك يو سو ماتش اند كونجراتيليشنز فور تودايز ماتش. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye, everyone. كده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا النهارده مع لويجي طبعا المحترف الايطالي في صفوف فريق النادي الاهلي، واللي كان سعيد طبعا النهارده بفوزه هو وجميع لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم على نادي الزمالك. والان العوده مره اخرى للاستوديو كلم ليك طبعا يا كابتن هيثم، تفضل. زميلتنا من ارض الملعب سلا حامد بشكرك شكرا جزيلا. ولقاء لويجي احد ايضا نجوم الفريق النهارده، الحقيقه اللي كانوا اضافه كبيره سواء هو ويندر بتعاقد النادي الاهلي معهم. الحقيقه